كسوف من هذا الدرع كسوفي ورجعت إلا ورجعت إلا طبعا لاني اشتقت إلا وانا كثير اشتقت لكم فما حسنت فارقكم انا وبسكليتي برمضان يعني قلنا لحالنا نتفارق ما اجى من قلبي نتفارق فقررنا نعمل موسم ثاني شو ورانا قاعدين نتسلى يعني على هالبسكليت بهالشمسات ويعني صار في مي هلا الواحد فيه يحسن يشرب براحته فانه الموضوع ما عاد لبكي ما عاد متعب فمرحبا لكل الاشخاص اللي ما كانوا متوقعين يشوفوا شوفي بعد رمضان وانا منهم بصراحه رح نرجع نشوف شوفي نحن مكملين بالبرنامج ولكن بشكل جديد اجدد الاشكال هو شكلي انا ذات نفسي انتم اكيد ملاحظين انه 7 كيلو الشعر اللي كانوا فوق راسي راحوا واختفوا الله ينعم عليكم شكرا جميلا شكرا جميلا شكرا جزيلا فبهذا الموسم راح تكون حلقتنا اطول من العاده من رمضان راح يصير فيها شغلات جديده مثل بهذا الموسم راح يكون معنا ضيف بكل حلقه لحتى يحكي لنا شوي ويفيدنا معلوماته عن الموضوع اللي جايين نحكي فيه وبرضه بالاضافه للضيف انتم راح تكونوا ضيوف بمعنى حاحكي انا شوي واترك الضيف يحكي شوي وانزل على هالشارع اطلقتكم بالشوارع بقى ناخذ رايكم بهالمواضيع وندردش انا وياكم شوي لا خلينا الامره بعدين تمروا انتم اوكي وندردش شوي انا وياكم رايحين نلاقي قرنه في نصف فيها حتى اذا ما كان في فيني اشرب مي عادي يعني الامور كثير رواق ما عاد في شرط اساسي بهذا الموسم رايحين نشوف قرنه في ونصف ونحكي ماشي فاصل ونواصل يا فتاح ويا عليم ويا رزاق ويا كريم فهي عم نبلش اول حلقه من الموسم الجديد يلي كان غير متوقع يعني انا ذات نفسي ما كنت عارف انه حيكون في موسم جديد شوفوا تخيلوا لحالكم يعني الموضوع شو غريب فنحن هلا صرنا ب وين صرنا شو كان اسم القرنة حلبوني صرنا بالحلبوني يعني نهايه الحلبوني وصولا لجسر الرئيس فلكل الاشخاص يلي كانوا متوقعين انه ما عاد راح يشوفوا شوفي بعد رمضان حقلكم اوبس حنشوف شوفي مره ثانيه حلقه اسبوعيه بمثل هذا التوقيت المهم موضوعنا اليوم نعم حبيبي يا عمي خلي لي اياك امرني حاضر خلاص من عيوني العم بده نحكي له بس لحظة العم بده نحكي له عن موضوع الناس اللي بياخذوا الرصيف وبيحتلوا الرصيف كل الوقت ونحن حكينا عنه بالبسطات انا مبسوط انه صراحة الناس يعني حابة انه في مين شوي عبيجي برنامج ويفشل له خلقه فانا مبسوط شوي بهي الحالة نرجع لموضوعنا اليوم انتم شايفين ورايي باصات وسيارات وتكاسي عم تمرق نحن سبق وحكينا بصراحة عن موضوع المكاري والسيارات والتكاسي ولكن حكينا عنه من منظور وسائل المواصلات تبعنا وكيف نتعامل معها وكيف تتعامل معنا اليوم رايحين لنتوسع أكثر بهي الجزئية ونشوف كل وسائل النقل تبعنا حتى الخاصة فينا ونحكي عنها من زاوية تانية نحن لأيمتى رح يضلوا رئتينا هيك رئات معذبة ومشحرة ومظلومة ومسكينة وتعبانة ولأيمتى رح يضل الهواء يلي عم نشمه هون ببعض الشوارع وبعض الساعات يلي هو أسوأ من الهواء يلي ممكن يطلع من بواري الصوبيا لما ينفضوا بالشتاء ويعبوا بقى السجاجيد والحيطان والأراضي وتقرر الست الوالدة بقى هي إنه تعمل بقى حملة نظافة كاملة حتى تروح المصيبة الكونية اللي صارت بالبيت هاي الترها كلياتها وهذا الوضع المأساوي كلياتها هو أرحم من انك تكون ماشي ببعض الشوارع بساعات الذروه وبالعجقه وتاخذ لك غبه هواء لانه الهواء بهي الحاله انت بتحس حالك وين قاعد على كتف مصفايه بانيا على المصفايه ذات نفسها بتحس حالك قاعد على المدخنه وقاعد عم تستمتع عم بتغب دغري يعني من التكرير لمناخيرك دغري عم يوصلوا بتحس باي شمه هواء انه انت فعلا في لحظات تحس انه قصيباتك انصطموا يعني تحس انه انت عيونك دمعوا وما عاد شفت وضاع من عمرك ربع ثلث ساعه انت بس عم تبكي وبتسعل ما حدا حاسس فيك شوفي مرحبا كيفك والله مشتاق شو الاخبار الله يسلمك عندك سياره ايه الحمد لله بتدخن انت ايه بدخن طيب سيارتك بتدخن مثلك
لا ما بتدخن الحمد لله، على طول على طول بنضف لها فالاتها. اكيد نعم. يعني مثلا انت مو الاشخاص اللي بيمروا بالطريق وبيعمونا بشحاوير سياراتهم؟ لا لا، بس في بس في الوقود اللي هون بسوريا صفيان هلا انه عم يعطي دخنه للسيارات ان كان مازوت ان كان بنزين. طلع الحق على الوقود هلا. الوقود والله طلع الحق على الوقود. والله الوقود كلها دقيقتين ما حيصل لك شيء. كيفك؟ عندكم سيارة؟ لا ما عندكم سيارة؟ لا. طب جيرانكم عندهم سيارة؟ أي حدا في حدا السيارة اللي بتشوفيها بتدخن ولا طبيعية؟ السيارة اللي أنت بتعرفيها من عائلتكم من قرايبينكم بتدخن بتعمل عالم شحاوير وكذا ولا لا؟ أكيد. أه لا طب ما تثبت لهم يصلحوها؟ ما بدك يكون عندهم ذوق يصلحوها. شو الأخبار؟ والله أنت اجتني مثل لقمة غلا شوفير تاكسي. أنت بتدخن مثل ما أنا واضح. سيارتك بتدخن مثلك؟ لا. يعني انت هلا اذا مشينا السياره وصورناك ما بيطلع منها دخنه وشحاوير وكذا تعمل تعمل عباد والعالم؟ صور ورا لاعطيها بنزين. هلا بنصور هلا بنصور اخر شيء شغله وخليك تصورها. لا ما بتقدر. طيب ما هل قد واثق انت ومتاكد؟ طيب اوكي على عيني هذا الشيء منيح. والله ما يعني بارفان عم يطلع من السياره. ريحه بارفان عم تطلع من السياره. لا لا على عيني. لا على عيني. لا تمام. لا تمام يعني يعني انت والله والله هيك سيارتك بتدخن مثلك شيء؟ ايه اكيد. لا بتدخن سيارتك؟ اه يعني انت هلا بس تمشي حدا عمينا بتدخن تبعك؟ لا شيء انه هذا دخان بنزين خفيف مو مثل الموضوع. ايه بس يعني بس اجمالا بتدخن. ليش؟ من نوعية البنزين. يعني هلا شو يعني من نوعية البنزين؟ انت ما فيني شيء لك شيء اساسي. طيب اوكي اذا قلنا اوكي هي بنزين بس انت سيارتك هي تمام ومصلحة وفلاترة بالسليم امورها كلها بالسليم؟ اكيد؟ اكيد. طبعا. انت شو بدك مني؟ اتركني شوي. معلش تعطينا بنزين شوف اذا الدخنة عم تطلع من سيارتك شو وضعها؟ انا هي اللعبة حبيتها. يعني ايه في شوي لا ايه السيارة اللي قبل كانت احسن بس كمان ماشي حال كمان العم اموره بالسليم ماشي الحال انت بتدخن شيء؟ لا. طيب هي سيارتك بتدخن؟ اكيد بتدخن؟ لك اكيد. اه يعني 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 عم بتقولها هيك بالفم المليان؟ طبعا ساعات هاد الشغلة. طب يعني بس هلا هو طبعا في دخنه منطقيه ومقبوله وفي دخنه بتعمل بني ادم. اكيد اكيد. انت سيارتك من انهي وحده؟ ما بتدخن طبعا. حضرتك انت او زوجك او اي حدا عندكم سياره؟ هي زوجك. خلاص انا اسف باي. انت بتدخن؟ بتدخن لك لك مخبي السيجاره. سيارتك هي ما شاء الله الله يخليك. يلا سيارتكم المهم. طيب بتدخن السياره مثلك شيء او لا؟ بتدخن اكثر مني. العمى؟ ايه عن جد؟ ما تصلحوها؟ بس هي ما بتطلع دخنه، ما فيها حساس بيئة، ما بخليها يطلع الدخنه اللي فيها. انا هذا سؤالي كان انه هي سيارتك بتدخن بمعنى انه بتطلع دخنه مؤذيه وواضحه ومزعجه. فيك تشوف؟ حشوف. شوف. حشوف. هذا عليك لشوف طول بالك بس خلص اللقاء حشوف. هلا خلص اللقاء حشوف. حشوف. يعني مثل ما شفتوا ما في شيء من قيمتكم ما في شيء من واجبكم هو بس المشكله البسيطه اللي احنا عنا اياها بشوارعنا ان سياراتنا شوي يعني هن شوي صغيره غير مخصصين لانه يمشوا بالطرقات ما بعرف هي ممكن يمشوا على القمر بركي يعني هن شوي اقرب لمفاعلات نوويه متحركه من كونهم سيارات يعني انت اوقات بتكون ماشي بساعات الصيف الساعه مثلا 2 الظهر بالصيف بيطلع بوشك سياره ما ادري شو بموتورها ما بتفهم شو بالموتور يعني عم بيطلع دخنه عم بيشحور الدنيا عم 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 شو في سموم متعارف عليها كيميائيا وهيك اكتشفوها العلماء هي موجوده بهذا الموتور عم تنبخ بوشك فانت هون بتكون قدام خيارين واحد يا بتسكر شباك السياره وبتختنق من الشوب او بتقرر انك تفتح شباك السياره وما تختنق من الشوب تختنق من الدخان وهيك يعني وتفوت هي السموم على جسمك انت هيك مسلم وراضي بالموضوع هلا هي الموضوع يعني لسه الاسوأ من السيارات بصراحه لما نحكي عن الباصات الباصات باص نقل داخلي باص سكانيا باص موظفين راجعين على شغلهم باص مدرسة خاصة طلاب دوامهم يعني تعددت الباصات والقشطمان واحد شوفي ليه الباص بيشحر بهي الطريقة والله ما بعرف يا معلم شوفي والله ما بعرف شوفي شوفي عم نحكي عليكم ترى على الباصات يا رب تشوفوا الحلقة يعني ما بعرف ليه الباصات عندها هي القدرة على توسيخ المجموعة الشمسية كمية الدخان الأسود اللي بنشوفها ممكن تعمي يعني ممكن تغطي على 7 سماوات شوفي كتير صعب موضوع إنه واحد يصلح الباص تبعه المنزوع يعني ببوس إيديكم شو القصة صلحوا متراتكم يا جماعة الخير طيب مثلا شوفي كل خير كل خير إن شاء الله يكون كل خير إن شاء الله
شوفي ليه 90% مو 90% 50% من سياراتنا وباصاتنا بشحروا الدنيا بالطريق. يعني انا ما عم بعرف هل هو مثلا الباص او السياره هن بيجوا هيك، هل هن بيعطلوا مع الوقت، هل هو في، انا بعرف انه في اشخاص يمكن هن بيعطلوا اسطواناتهم اصلا او شيء، فشو القصه؟ ممكن بس تفهمنا احنا شو عم بيصير بالشارع؟ هلا تعطيل اسطوانات اصلا ما حدا حيعطلهم طبعا. والدخن السوداء في عندك كذا حاله لإلها. عندك اول شيء عطل من مصدر المازوت يلي بيجيبوه هن. هلا في منهم سيارات بنزين وفي منهم مازوت. مصدر المازوت احيانا بيقول لك انا مثلا ما حوقف على الدور، حروح اشتري من مصدر براني، بيجيب بيدون. هالبيدون بيكون مثلا مخلوط او مضروب، بيعبوا منه. اول شيء بيضرب مصفاية عنده، لما تضرب مصفاية الطرمبه بتتاثر بهالشيء، هذا بصير بدخن معه اسود. طب هذا الشيء المازوت هو بس للباصات؟ هلا طبعا في للباصات والميكرويات كله بشكل عام هي مازوت. تمام. وفي عندك تقرا متى ما انه توسخ المازوت اهمال على مصفات المازوت، بقول لك ما حغيرها خليها لبعدين، بمشي شوي بعد فتره بتلقى معي تعطل معه على هالاساس. يعني هي المشكله الاولى ممكن تكون بمصدر المازوت اللي هو ما بيكون هو المصدر الرئيسي النظامي. أيوة. وصخ الاساسي منه من المصدر الوقود تبعه، وبعدين ممكن تعطل مع ببلش اول باول واهمال كمان في موضوع اهمال قبل كل شيء. طب لما نحن نقول انه في اهمال، يا ترى هي عمليه الصيانه لما يكون، انا خلينا افكر، خلينا ما حنحكي سيارات، خلينا نحكي باصات بالدرجه الاولى، انه هي الباصات اللي بنشوف فعلا انه في يعني سحابه سوداء ماشيه ورا الباص. مزبوط. هل هي عمليه الاصلاح كثير مكلفه هالقد؟ يعني هل مثلا هي ممكن تكلف ثروه او مبلغ كبير لحتى الشوفير بيقول لحاله لا حضبه عشان ما بدي ادفع هذا المبلغ هلا، او لا هي لا انه ما بتكلف كثير ولكن شوي في اشخاص بيتكسلوا على الموضوع؟ هلا هي مكلفه، في تكلفة بس مو هالتكلفة الغالية مثلا مثل ما بتوقع الواحد او التكلفة الخيالية. يعني قديش تقريبا؟ يعني في عندك هلا تقريبا مثلا مثل طرمبة المازوت وقت بروح لصلحوها بتكلف بين 30 و50 ألف. على ثروة طلع الموضوع. عم بقول لك بتكلف بتسعيرها هي. وفي عندك بعدين ان هن لو بيديروا بالهم من الاساس على الفلاتر على المصافي دورة كاملة، يعني مثلا انه كل فترة وفترة بيعملوا لها صيانة، بيبدلوا هالمصفاية، بيعملوا لها فحص، كمان كان ما بتاثر كل الاد على طرمبه، هي تقصير واهمال لها كمان بتاثر. هذا الشيء فالواحد اذا لحق موضوع الفلاتر أول بأول ما بيوصل لمرحله ال 50 و 30 ألف. هذا مزبوط. طيب قديش الواحد لحتى يكون انه ما له مهمل ما يوصل لمرحله اللي صار عنده عطل كبير ما قادر هو يصلحه ماديا وعم بيضر رئتينا وهوائنا وسمائنا بهي الدخنه؟ موضوع الفلاتر او الصيانه خلينا نقول الدوريه اللي ما بتوصل لمرحله صار عنده عطل كبير، كل امتى وامتى لازم يعني تصير؟ كل شهر، شهر ونص بالكثير. لو انه مثلا صيانة انه فحص انه يعني يطمن عليهم بس مو اكثر، اذا ما فيهم شيء بيرجعوا نفسهم، فيهم شيء بيغير بكب خالصين. مشان الله كل شهر شهر ونص روحوا ظبطوا فلاتركم يا جماعه، مش على حب النبي روحوا ظبطوا هالفلاتر. طب نحن قبل ما نوضعك ونختم معك، حضرتك بمجالك كصاحب ل خلينا نقول ورشه كبيره عم تختص بتصليح السيارات وهي المواضيع كلياتها، تتذكر شيء أسوأ باص أو أسوأ سيارة مرقت لعندك من بتعاني من هي المشكلة؟ يعني أنت حالة لما كشفت عليها وشفتها قلت إيش هي كيف بتحملها لهلا؟ في مرق عليك هيك شيء؟ هلا بتمرق سيارات فيها أطال كتير، في سيارات شلون عم تمشي مع العالم ما بعرف، فيها حرق زيت بقدرة الله يعني، فيها صرف بنزين، فيها بتلاقي سجمانه مضروب عم تدخن دخنة بيضة، سيارات البنزين هي بشكل عام دخنة بيضة بضارب سجمانه ماشي، بتلاقي معبي بنزين مثلا وسخ بكون مثلا على طريق سفر بلاقي بيدونات اللي عم ينباعوا على الطريق بيعبي، بتلاقي السياره صارت تسكسك وتدخن ابيض ومضروب ميتورها جاي عم شلون شغاله معك، بتفك الميتور بتطلع هيك لو اكيد كانت شغاله السياره، بيسالك تبع المخرطه كانت شغاله اجت لعندي ماشيه يعني، لك مستحيل. طب هي قدام منك انا فكيت شوف بعينك يعني كلياته بيلحق بعضه وهيك بقى بصير بده يدفع بقى المبلغ ما بالغ. هلا اقل شيء عم تكلف 300 و400 الف فكيت المحرك، هاي للسيارات الصغيرة، السيارات للمازوت تكلف أكثر كمان. لسه الباصات موضوع ده كان أكثر بكثير، احنا عم نحكي على السيارات الصغيرة تكلف ال 400 وبال 500 كمان، على هو الأنواع، على هو القطع. تمام. عندك شغلة ثانية كمان، الشغلة الرئيسية هي بالقطعة يلي بين ما عم بشتريها أصلية حق مثلا السعر الفلاني. بيجي واحد بيقول لك تجاري ما بيأثر بركبها هي شغالة شغالة، بس هي بين ما تلقط الوسخ ما بتخلي الوسخ يفوت لجوا، بين ما هي تضل مثلا إنه سيري مارقة معه خالصين. تمام يعني كمان القطعة الأصلية كمان بتلعب دور كبير بالموضوع السيارة. حق طبعا هلا بيفرق سيارة ضعفين أو ثلاثة بس بتضل معك أو بتفيدك على المدى الطويل، فهو الخلاصة بس الصيانة الدورية هي يعني الصيانة أهم شيء. الصيانة يا جماعة الخير، يعني الواحد مثل ما قلت شهر زمان، إذا كل شهر عمل تشيكة
بضل كسبان سيارته. بضل نحن كسبانين صحتنا، انت كسبان سيارتك وانا كسبان الرئتين تبعاتي. شكرا كثير يا استاذ مازن، شكرا كثير اليوم، اهلا وسهلا حبيبي، الله يخليك. شكرا كثير لك، راجعين. لما انت تكون ماشي بالطريق، نعم، بتضطر توقف بعجقة السير قدام مثلا باص عم يدخن او نعم. سياره عم بتدخن، بيعبي لي السياره وداخل السياره. طب شو اول شيء، شو اول كلمه بتطلع على لسانك؟ شو اول مسبه بتحس حالك بدك تسبها بس انت بتقول لحالك لا؟ انا بقول بيجي لي سبه بقول استغفر الله العظيم. طب شو يعني مسبه كان بدك تسبه اياها؟ يعني ما بخلي مسبه لا على اللي مسلمه اياه ولا على اللي راكبه ولا على اللي سايقه، لانه قله واجب هذا. الله لا يوفقه. هي مو مسبه، هي دعوه. خلص هيك اكثر سبي ما بسبه، بس بقول الله يصلحك ضبط سيارتك من هون لهون. الله من هون لهون، لانه انا سيارتي لما البلد دخين فورا منزلها محرك، تكون عم تحرق زيت بدها تنزل محرك. شو التايتانيك وصلت؟ شوفي يعني حتى لو كان مسبه عادي خذ راحتك. ما في مسبات، بس يعني المفروض يساوي له صيانه. يعني انت بتعصب بيستفزك، ممكن تزمن له، ممكن تبهدله. واكثر شيء الباصات الكبيره، هي النقل هي بتخنق. حتى في شركات يعني انت بتدخن بطريقه مو طبيعيه بتعصب، بتعمي عمي وبتضيق نفسك يعني. ما بتسب؟ ما بدي سب، شكلي سب. لكن سب صغيره يعني طيب. خلص ماشي، بسب طلع بالاخير. اكيد بتضايق، اكيد بتضايق. يعني بيجي على بالك تسب؟ لا يعني هلا عادي حتى إيه؟ لا بنزعج بس ما بسب. لا طب تدعي عليه، بتدمر له كذا؟ لا لا لا. ترفع الشبابيك، شو بتعمل؟ لا برفع الشبابيك وخلص. وبتشوب جوا او بتشغل المكيف؟ ما في مشكله. زياده مصروف بنزين بلا يلعن اخت الحياه. هيك هيك يعني ما راح نحكي هلا كونه هون في اعلام وكذا. ما لا اسب من منتجه. لا ما منتجه، ما بنعمل له توت، نعمل له توت هيك دغري توت. بس بيستفزك يعني؟ بتستفزني اجباري، بتسكر الشبابيك بشغل المكيف وعلى بالشوب عادي. ما علينا. هل تعلموا انه باريس ب 2017 منعت مرور السيارات يلي تاريخها او تاريخ تصنيعها بيرجع لما قبل 1997 بكل شوارع باريس، وصارت هي السيارات يعني هذا القرار حرم 10,000 سياره باريسيه تقريبا من انها تمروا بشوارع باريس من الساعه 8 الصبح للساعه 10 بالليل تقريبا. يعني طبعا هذا الشيء اكيد هن مو تفقيس كانوا عم يعملوه، هذا الشيء لانه كانت محركات هي السيارات والظروف تبع العوادم والاشطمانات والغراض البيئيه الموجوده فيها لا تتوافق مع المعايير الاوروبيه للتلوث. يعني الجماعه يعني كانوا هالقد حريصين ودقيقين بالموضوع، مو بس هن، برلين موعوده بنهايه الصيف الحالي، بنهايه صيف 2019 انها تنفذ قرار اعلنت عنه بوقف مرور اي سياره على الاطلاق. باريس كانوا محددين ساعات معينه، برلين ممنوع تمر اي سياره بتشتغل على الديزل، كون هي المحركات اللي بتشتغل على الديزل هي محركات ضاره بالبيئه قد البنزين عشان 13 مره، والانبعاثات الناتجه عنها هي سامه وخطيره ومؤثره على البيئه. فالجماعه قرروا انه هن معلش يضحوا بهي السيارات او يضحوا بحريه اصحابها بالمرور بشوارعهم كرمال البيئه. للامانه باريس بما انها باريس هيك ومزوزه او ايفل بقى، ويعني وشارع الشانزليزيه واومونديو وهي السيار كلياتها، فهن يا جماعه كثير هيك يعني سوفيستيكيتد واكابر يعني على الاساس. فهن قالوا انه هذا الهدف من القرار تبعهم لمنع دخول السيارات اللي بترجع لقبل 1997 ما بس كان الهدف منه هو شيء بيئي، الهدف منه كمان سياحي، لانه بنظرهم هي السيارات القديمه موديلاتها وشكلها صار شوي من خارج الزمان لا تليق بالوجه الحضاري المتعارف عليه لمدينه باريس. تعالوا نصفن شوي بالسيره. هل هو كثير شيء منظر حلو لما تكون واقف على الاشاره او متصف سياره جنبك تفكرها جايه من عامل فيل؟ هل هو كثير حلو لما نكون ماشيين من الطريق ونلاقي مثلا هونداي، نلاقي مثلا باص، ونلاقي سياره تحس انه هي السياره يعني عاشرت كل حروب العالم من حرب البسوس للحرب العالميه الثانيه، كلهم مروا عليها وتركوا ندباتهم واثرهم عليها. هل هو شيء كثير يعني حضاري ومنظر لطيف هذا الشيء بالشارع؟ صراحه ما بظن. بدبي خدمه التاكسي هناك والتوصيل متعارف عليها لاوبر، فهي الشركه كل الاشخاص المتعاقدين او الشوفيريه اللي جايين يتعاقدوا معها لازم تكون سياراتهم بشروط محدده واضحه دقيقة وحازمة. يعني السيارة ما لازم اصلا يكون اقدم سيارة عندهم هي موديل 2003. تخيل انه اقدم سيارة اللي تعتبرها يعني السنة الجاية بتتنسق وما بقى تصير مقبولة هي موديل 2003. فلهالدرجة هن حريصين انه تكون سياراتهم والخدمات اللي بيقدموها
مطابقة ومناسبة ومنسجمة مع الوجه الحضاري لدبي يلي كلياتنا بنعرفه وكلياتنا أكيد عندنا فكرة مسبقة عنه. طب أنتوا شو رأيكم بالسيرة؟ معلش بس حدا يحكي شوي عن منكم إنه والله تعال قلبي احكوا راجعكم. إذا نحن نحكي كمان على السيارات المهرتكة، مو بس المهرتكة اللي بتطلع شخاوير وكذا، في مهرتكة كشكلها، شكلها تحس إنه شكلها ما كتير حلو بالطريق، قديمة كتير. هلا المفروض على الدولة دولتنا إنه كل شيء من فوق الألفين ينسخوا. ما حدا من الألفين وتحت ينسخوا. ما حدا في سيارات بالشارع. والله هيك لازم، لأنه في. طب تعال شغلة، أنت إذا كنت راكب تاكسي، وقفت تاكسي أو طلعت هي التاكسي اللي وقفتها كتير مهرتكة قديمة ما بركب فيها بنزل. ليه ما بتطلع فيها؟ ما بركب، ما بأشر له. ليه ما بتطلع؟ ما لأنه مهرتكة وبده يعلى قلبي وعلى طفة السيارة ونفسيتك ما بترتاح. بتتعب نفسيتك من ركبت. والله كتير. معود على الفخفخة والريو. على الفخفخة نعم. يعطيك العافية. على راسي. ليه ما بتطلعي فيها؟ نفسيتك بتضايق حد يطلع هيك بشغله طبعا. يعني انت مع انه السياره اللي مرتبه بالطريق بتعطي راحه او منظر أكيد حلو أكيد. يعني اوكي يلا روح باي باي مع السلامه. هلا تاكسي تبعك مرتبه جيده يعني مرتبه الحمد لله. لما انت فرضا لما انت بتكون بالشارع شفت تاكسي مهرتكي او سيارات مهرتكين او كذا، انت لو كنت مواطن طبيعي بده يوقف تاكسي طلعت السياره منظر التاكسي لازم يكون ظريف. إذا انت واجهت البلد واجهت البلد منظر ظريف لازم هيك. اذا انت كنت شخص جاي ركب تاكسي لقيت تاكسي مهرتك اللي وقفت بتطلع فيها؟ لا ما بتطلع فيها. بتتعب نفسيتك من الموضوع؟ مو بتتعب نفسيتي، ما بطلع فيها سياره تكون حلوه. ايه بطلع. انت مع ان السيارات القدمه والمهرتكين بالبلد ما بيأذوا شكل البلد؟ مو يعني انت هي الفكره؟ طبعا طبعا بيأذوا شكل. طيب ماشي، نحن هلا حنخلص لقاء وحنصور الدخانات تبع السياره وراح خليك تصور دخانات سيارتك. ماشي يلا تفضل. لا ما بطلع فيها. بستاق من القمر هذا كمان يعني. كيف بستاق من القمر؟ بضايقك هذا الشيء؟ انت انت مع انه يكون عندنا قوانين او شغلات تجبر السيارات كذا تكون على قدر ادنى من ال؟ ايه طبعا يعني بحد يعني انه يعني. حد مقبول. اكيد بطلع. تطلع ما عندك مشكله. ما في مشكله، انا اهم شيء انه اوصل، انا ما بهمني السياره. هذا اول حدا رايه مخالف. طب مو افضل لو كانت السيارات والتكاسي؟ طبعا هي افضل، بس انا بدي اوصل بالنتيجه، بدي اوصل انا يعني. ما يعني عندك يا حاجز هذا الشيء؟ انا افضل وقتي اطلع على الواقف بالسرفيس ولا اضل واقف بال. اوكي انا بوصل بكسب وقتي. يعني انت ما عندك مش طشطش السياره مالها منجده اطلع راسك بالسقف؟ المهم اوصل انا، المهم اوصل. اخي القناعه كنز لا يفنى. اذا انت يوما ما كانت معك السياره، كان والد حرمك السياره، عمل لك شيء فصل ناقص، انت اخذ منك السياره بدك تركب تاكسي. وقفت التاكسي عم طلعت هيك على التاكسي لقيتها انه هي في سيارات مهريين من جوا، لقيتها هي كمان مهريه من برا يعني يعني بدها تصويش بدها دهان بدها مخلوع مرايتها هاره، تطلع فيها ولا انه؟ لا بطلع. ليش؟ انه هي اهم شيء انا وصل لغايتي، شيء وصلني لمحل اللي رايح عليه انا، الغايه أوكي. بدي انا بدي لبي وسيلتي. طب صبايا فيها بين الصبايا معنا اذا هيك يعني، اذا نحكي على اخر جزئيه هي جزئيه التاكسي، اذا كان التاكسي مهرتك ما بتعرفوا انتوا نازيك بقى بتجوا اكابر، اذا كان التاكسي مهرتك وتعبان وحالته حاله بتطلع فيه وتقول لا انه خلاص بتمشي يعني نوعا ما؟ اذا كنا بحاجه كثير اذا كثير مهرتك وما عندنا شيء اكيد لا يعني في سبب بتكون انه بتمشي هي بس حسيها يعني نسبيا الموضوع يعني انت حسب الموقف اللي رايح على المكان اللي رايح عليه. النزله عاديه انت مالك مستعد ما في شيء خطير، بس رايحه مع رفقاتك او ما في سياره طلعت مثلا بدها دهان ومثلا مالها منجده من جوا، لحظه شوي نعطي الدور لغيرك. لحظه لا انزل لها الشباك. ايه من الاول هيك. ايه لا عادي انا بطلع يعني ما بهم، المهم اوصل شو ما كان. ما بتضايق مثلا اذا كانت مثلا مو منجده طشطشتي على الطريق؟ هلا لو سيارتي بقول لك، بس انه سياره عاديه حاطه همك بقلب غيرك. انا بنعمك لا بتطلع عادي. انت منين اجيت ابشر؟ شو جابك انت؟ شو في يا جماعه الخير؟ يعني انت مثلا ما بيزعجك لو تشوف هي السيارات بالطريق اذا كان في قانون؟ بالعكس انا بطلع معه متناقش انا وياه، ليه سيارتك مضروبه وكذا وما تصلع؟ بقول لك غاليه وتصليح وكذا. لا كبير لك، لا كبير. شو بس انتم الاعلاميين هيك بتقعدوا علينا؟ مشكله لا ما بنقعد على حدا الله وقعدوا هيك يعني انا بس انت اذا قلنا انه في قانون بيخلي الشوفيريه انا هي الشحنه لاحقتني، هي الشحنه اول حلقه لاحقتني، هاي واحده ثانيه كمان. هلا ختاما انا ما بدي اكون غليظ ونقاق كثير، يعني حكون غليظ ونقاق شوي لانه انا بفهم انه في ظروف ماديه صعبه عم يعاني منها جزء كبير من الاشخاص وبنعرفها ومقدرينها كلياتها. طار الورق اوكي مو مشكله، فهي الظروف نحن بنعرف انه تمنع كثير من اصحاب السيارات ومن الشوفيريه ومن الاشخاص المعتاشين على موضوع السياره انه هنا والله انه بده ينسخ سيارته القديمه بده يروح يشتري سياره موديل سنتا او يا سيدي موديل 2010 مثلا. انا بعرف انه هذا الشيء كثير صعب، بفهم هذا الشيء ولازم لازم نحطه بعين الاعتبار. يمكن حتى الشخص لما تقول له انه
يسمع هاي الحلقه ويقول لك مثلا انه ليش الجذب السياحي منغوص من سيارتي، يعني وقفت الجذب السياحي على سيارتي بس انا، بقول له انت بصراحه لا ما وقفت عليك، بس يعني ساعدنا بالحل، بيقول لك في مليون شغله تنعمل قبل سيارتي، بقول له معك حق. بس الموضوع البيئي شو بنعمل فيه؟ الموضوع البيئي بس بتوقع انه هو نحن يعني لازم او ما بيضرنا شيء اذا اخذنا الموضوع الشق البيئي بعين الاعتبار واعتبرنا حالنا جزء من المشكله وعلينا مسؤوليه الحل. برايي ما كثير غلط انه يكون في عندنا قوانين صارمه وحازمه بتجبر السائقين على اجراء عمليات خليني اقول صيانه دوريه لسياراتهم، صيانه على صعيد الشكل، يعني بتجبرهم انه ما يكون في عندي سياره مدمره. نحن بنشوف سيارات يعني تحس انه انت بالله عم تحسي تمشي ماشي بالطريق، ما يعني بتجبر الشوفير انه هو يعمل صيانه، يبخها على الاقل، يدهنها، يعني يمعجنها، يصوجها، اي شيء. وبتجبره كمان بمطرح تاني انه هو يعمل لها عمليات صيانه من جوا للميكانيك والمحركات لحتى تبطل هي ضاره بالبيئه. فنحن اذا ما لنا قدرانين نكنسل هي السيارات نهائيا ونمنع وجودها ونمنع الاشخاص يستخدموها، بعرف شو احسن منها. فينا نعمل نحن ساعات، اذا هي ساعات مخصصه بالطريق ممنوع تمر فيها السيارات المخالفه لهي الشروط، اذا طبعا ما قلنا انه في عندنا قوانين بتجبر الاشخاص، ما في هي القوانين، نعمل ساعات بالعاصمه وبمراكز معينه من العاصمه ما بتمر فيها هي الساعه هي السيارات، او بنعمل مثلا شوارع خارجيه فرعيه مخصصه لإلهم توصلهم على الاماكن اللي بدهم اياها بدون ما يضطروا هن يمرقوا جوات الاحياء والمراكز ووسط المدينه. خليني اقول ف يعني بتوقع في حلول كثير وفي قوانين كثير وفي اجراءات كثير ممكن تنعمل، اي شيء اختاروا منه، اي شيء يعملوه، بس الواحد يعني ما في داعي، اي شيء بدكم اياه احنا جاهزين، بس الواحد ما في داعي ينزل على الطريق يرجع على بيته مع ذبحه صدريه، بس هي القصه كلياتها. شوفي على الكاميرا، بس لا طلع على الكاميرا وقول لي شوفي. شوفي على الكاميرا، بدو على الكاميرا بس خلص ماشي الحال. شوفي شوفي ما في شوفي ما في ما في اخي، ما البرنامج اسمه شوفي، هي ما في ما في ما انا موجوده. طب ماشي شوفي، ما في غير سلامتك. اول شيء قلي قلي شوفي على الكاميرا. طب شوفي، ما في شيء غير سلامة. هيك شوفي. لا انت خلص بدك تاخذ دورك دور غيرك. 1 2 3 شوفي. يلا حاجه كفاها المولى اليوم، يعني انا حكيت وانتم حكيتوا والضيف حكى، خلاص حاجه يعني اتوقع الموضوع خلاص، يعني بتوقع انه يعني تمت الاحاطه فيه بشكل جيد قدر الامكان. فانا هلا حروح ولكن ما راح اشوفكم بكره، هذا الشيء كان زمان، حشوفكم الاسبوع الجاي اذا الله راد بحلقه جديده لنشوف عن شو راح نحكي وشو راح يكون موضوعها. فمن هذا الاسبوع الجاي ضلوا بخير، وانا رايح راجع على المحطه بالبسكليت بكثر ما انا سعيد فيها وكثر ما انا فرحان انه صلحوا لي اياها. فباي باي وضلوا بخير. لحظه بس لا اطلع عليها تعلموا الناس، طلعت باي باي.